اخر التسريعات ميرسي. دونك نبداو ب مريم بن حسين. انا مدر ما كحلنا حد في الحصه. دونك علقت على كلام خالد يوسف لي رانيا التومي. نسمعها وتقولوا لي صايمه ولا فاتره. انت تعمل دوله هذيك ولا ما تعملوش؟ بون بعد فما ادوار اللي هو يكبرك يصغرك المكياج، فما دور اللي يحطك لباس بيان سور يبدله لك معناتها باش انت تدخل في الـ في الـ في الرول وفي في الشخصيه، معناتها هذا الكل معقول جدا. دونك بالنسبه لمريم بن حسين انه الكلام اللي قاله خالد يوسف رانيا التومي هو ماهوش عيب وانما رمي ورود، شنو رايكم؟ سفيان نبدا. لا احنا فاترنا. انا صايم ولا شباب؟ لا صايم. صايم صايم سي بون، خاطر رادي انتم حكينا في برشا وانت غايبه. انت غايبه فسخت مش خير. نشيو صادق حلويس اللي علق على كان جاو، خاطر انا ما عنديش برشا وقت باش نقراه ومن بعد نسمع رضا العوادي. صادق حلويس قال كان جاو برشا عباد كي نضال في الخدمه راهو البلاد في خير. كي نضال السعدي راهو البلاد في خير. صحيح والله راهو البلاد في خير، راهي الناس كل لاباس عليها كل عام تخدم والممثلين كل عام يخدموا كل عام يصوروا فلوس، لا عندهم مشاكل لا مرض باش يطلب لا يتكلم وزاره الثقافه. هم يقصدش هيك يتكلم حق شنو يقصد؟ يقصد من نظر يعني انسان خدام انسان خدام دونك تحسن سوق خدمتونا ودورنا ماناش خدام سعد والله هذيك هي كيما سفيه نفس الراي، معناها خدام فيش معناها 400 مسلسل معناها تعالوا تقولوا اصحابكم تك تك ايش النضال ايش ما سبب تقول خدام ايش النضال هاي مع بعض باش تقولوا راه خدام بيان سور بعض تقولوا والله برافو خرج من جيل الباب ولد مفيد دخل في جيل الباب دخل هو خرج ولا ما خرجش؟ البحة يبيدها كلها كلها بالبحة اقسم بالله مسلسل على ذكر البحة حتى ال او اش تغش عليك الصاد علاه يتغش عليه الصاد ليه يعجبكش ايوه اذا عنده بحر في صوته مسكين شو يعمل قلت لك المسلسل كله بالبحة قلت لك كله حتى اللي مش ببحح بحح روح يلا انت كلام صادق حلويس صا ولا فا صا 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 يم صادق عنده الحق كل يوم على اساس كل يوم مسلسلتي ما هو رمضان فا علاش فا خاطر غلط كلام مش كي جيت كل ريتوتي صادق زينة صادق كيتك ربي صادق رانا اصحاب ورانا عشره مصلي على النبي تفضل سي نوف يلا الممثل رضا العوادي نحاول نسمعوا فيه قبل الفاصل يحكي على ممثلين بكفاءتهم كيفاش يمثلوا معنا ثم مخرجين مش حتى اصحابه يعبدوه دي ثم ناس تحضر لك تحضر للمخرج القهوه نتاعو والجريده والواحد انت لا فايده في النصف فهمتني والله في الدواء في الدواء يحضر واحد نار واحد كل في عليه ورق كل يوم كل صباح قبل ما يجي صاحب القدر يحضر له قهوه وحوا والجريده والقهوه وخذ دور باهيه بيصير هيك فوالا مع العلم حتى في المسلسل اللي بعد مع العلم نحكي على الدوار معناتها الخبر هذا شيء قديم يعني اول مسلسل بدا في تونس يلا صاولة في لا فا فا الله يرحمه سي عبد القادر ويرحم جميع المؤمنين فا مع تستر وربي خي ولا ما نعرف لين الوقت هذاك ما نقدرش عليهم شريف جديد عطى دليل كيف حوا صا ولا فا؟ اي جوست تبدل الحوا ولات حاجه اخرى توا قبل كانت حوا يحكيوا على صاريات توا الحوا تبدلت انت ما استعملتش اساليب القذره هذه يا بابا خويا شنو عنديش قضيه قلت كلام تيونز حق تيتا لامي كان هذه زعما نوع من التخفيف لا تخفيف لا شيء في ما تقول تعرض خدماتك نعرض خدماتي راقصه باش نعرض خدماتي انت كنت انت في صوره الرقصه وليت فيش وكل احترامات الرقصات هل ابي لا ما يكلمكش يا اخي بالله سامحني يا اخي اللي عمله مش يعرض في خدماته قال لي تقول عليها راقصه برسمك رديتونا في العالم بربي انت ما نشوفكش سبع بيت تقول بليه كان تكتب جو جو عبادي يكلموها ما تكونش انت منهم صحيح تكلموها جو هكا انا صحيح ما نعرفش الواحد لو تعدي ونفسك انت يا اخي لو تو بالله تو هو انا قلتها من الاول اي وهو مصدوم كيفاش احنا قال لك تو هو يحكي على جماعه قبل كيفاش كانوا يقفوا باش يا ولدي يا اخي هو ناس يروحوا يبعثوا مساجات للسيناريست مساجات بربي كانت فكرت بلاهر بيخدم وطالب جهر بيخدم يخليه عم مساج خليه فيه فوكال من بقى قال لك جاوبه شافها وسمعها وطفيه
ومازلت كنبدل المروه راه بكل ألم. لا حول ولا قوه نجمكم بدل خاطر قال لا حول ولا قوه الا بالله كوكو. بكل ألم نمشي وفاصل بعد نرجع نكملوا الفقره ديما لاباس يحكيوا على فريكونس